انا اسمعك عن طريق المخيخ. شهر سماعات؟ لا لا، هذه من مبطيها عندي، تاعي سنة مدزوي. طيب لو عدنش مقدام بطلع معاك لاي. لا انا علشان بعض الاصوات نسمعها في، لو اقدر اوصل السماعات هذه للبطين الايمن والبطين الايسر وصلتها، بس ما اقدر علشان اسمعهم بالقلب، فهمت؟ ربعي يا ربعي. والله انك ما ودي اسب، بس خليني اشيل سماعه واحده افضل لي. والله ما ادري سالفتك اليوم. الحب مثل النوم والوصل الأحلام، وشين من الأحلام صد المحبين. النوم طويل عمره شهور وعوام، وإن قمت تفهمها فراق وسهر عين. يا حبيب منشدنا نور يا بعد راسي، شكرا. ذكرك فيها شيلة يا نعم. من هو؟ فهد العيباني. والنعم. نعم هذا من معروف، بيض الله وجهك. شكرا، نضيفه ويستاهل الدعم، يستاهل. في اغنية فارس مهدي، عذري خطا دام المحبة خطايا، ايه يا من قسيتي قسوة الخوف والجوع. الحب عندي نزف ما هو هواية، الحب فوق الكم والكيف والنوع. الحب يا حبي ولي ذي الهداية، الحب وعذب مهجة الفجر ما زروع. وقلبي طفل غاوي عديم الدراية، اطرد عصافير البراءة بلا طوع. خذاه حبك وانتهى بالبداية، وانا اغتربت ولا بقى ود وربوع. يكفيني من شحن العواطف كفاية، الثرثرة في نظرة عيونك تلوع. آه عاش الصوت ديما منشدنا فهد، الله يبيض وجهك. جميع اللي كبس ونادر قاضي حنان لمير دنيا دنيا الماس كانوش اكستو، جميع اللي كبسوا. نادر احكي لنا عن الحب. احكي لك عن ايش؟ الحب. الحب شوف، الحب بالنسبة لي انا شيء جميل. الله. فأقول لك، اسمع اسمع، الحب يا استجمع قواه وفكر وفكر، واخر شيء جميل. الله الله لا يعطيك عافية. شوف، انا اختصر لك الوضع واقول لك، يعني قليل من اللي يعني عايش الحب في حياة سعيدة، قليل. اغلب اللي يحبون ما متضايقين. ليه متضايقين؟ طيب لانهم ممكن يكون يحب يعني والاقدار ما تجمع، ممكن انه يحب ولكن المبادئ والعادات تمنع لا يروح ويعترف. ممكن انه الفراق قرار ام قدر؟ والله شوف، القدر على كل شيء، سواء فراق ولا غيره، يعني القدر من الله عز وجل. طيب انت قلت عادات
الرجل لا حب ياخذها من راس هو من الأقدار اللي علي إن الله يخليني شخص أتمسك بالعادات والتقاليد. ما هم عادات وتقاليد؟ شف بدي أقول لك حاجة، جالس أنت تحاول تستدرجني لذلك لا لا طيب طب اسمع، ايش رايك يقول فيه؟ هذا دليل ان ما عندك خلفيه ولا تجربه. ممكن تقدر تقول طيب ايش رايي في الغيره؟ شوف الغيره نار تاكل الجوف من الداخل. الله هذا ما عنده سواليف حب ولا اسمع اسمع والله والله شوف الغيره انك تكون تغار على شخص وانت اساسا يعني ما معك اللي يبل لذنك، ف يعني ما ينفع انك تغار. طب ليش يعني اساسا تغار؟ شوف هو الغيره 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 شيء جميل يعني شيء يعني هو يقول شوف اسمع لا يعني حاجة توضح انك ان الشخص اللي عندك يحبك، فهمت؟ اذا غار عليك فانت تستانس، وبعض الاحيان تصير ناجس وتحاول انك تثير غيرته، عرفت؟ تستانس عاد كيف. طيب هل انت مع ان الحب اهتمام ام امان؟ شوف الحب اذا صار فيه من الاهتمام يجيب الأمان، عرفت؟ الله يعني شوف شخص يهتم فيك خلاص تصير أنت يعني يصير فيه أمان، عرفت؟ طيب افرض أنه ممكن الواحد يحب إنسان بس اهتمامه قليل بس يحبه. إيه يعني مثلا أنا أحبه ولكن ما أهتم له واجد. أيوه، او يعني مثلا يخجل او ما يعبر عن مشاعره او ما يهتم بس يحبه. والله شوف عاد هذه ترجع للحياه اللوجستيه، عرفت؟ حياه ليه؟ ليه؟ تعال الحياه ليه؟ شوف هو كل انسان خلقه الله يكون في طبيعه معينه، عرفت؟ بعض احيان يكون يقدر يعترف، يكون ما يقدر. ف دقيقة، ليش احنا سؤال لا من جد، ليش احنا الزلام دائما بخيلين في مشاعرنا؟ يعني ليش ما بنعبر؟ يقول لك احنا رجال نعمل ونهتم فيكم يا صبايا ونسواننا ومنجيب لكم منعيشكم، بس احيانا نكون في شح بتعبير المشاعر. ليه؟ انا يلا سد بروحي، انا يلا اهتم بروحي حتى اهتم لي بادمين غيري. انا ما بيضت وجه روحي، استغفر الله، كيف بيضت وجه روحي؟ انا وش اقول؟ الله لا يوفق عاد. اوكي اسمع، انا بسنعت روحي قطره اهتم لي بزلمه، ماني فاضي انا. شكرا يا فراس، خلاص بتطمس. والله شوف انا الحب تراه شيء فخم، تدري ليه؟ ايه، لانه يخليك تحس انك شيء جميل بالنسبه للشخص اللي قدامك. ترى في حب رزق وفي حب لله، الحب شيء جميل عظيم. انا والله اني احب في الله يعني دائما، هذا الحب اللي عندي، يعني ما عندي انا مثلا احبك في الله. تبع اللي يظلهم الله في ظله، دمعا علي وافترقا علي، يقول التعبير صفر. اسمع والله وبالله وتالله اني اسولف لك من قلب رب، والله اللي معي من سالفه عليك. قول الحب لا تحفظ بقايا راحلين، سلام منها تحس الكون في نظرتك ضاق، الصورة اللي تنعشك وقت الحني هي نفسها اللي تقتلك بعد الفراق. والله ايوه احرمون. شف يقول وش اللي يذبح اكثر، الفراق ولا الغيره؟ خلني اقول بالايه عليه، عرفت؟
فراق. اوه يعني انك اذا طيب ممكن ان الفراق يكون راحه للشخص احيانا بزود اذا كان المخلوق اللي انا احبه تابلت تبدي اطلع مرارتي مع هذا، هذا فراقه نعمه وخير وناسه، صح ولا لا؟ انا بحبه. طيب كيف فراق ونعمه؟ طيب انا احبه وبعده اوذاني اطلع تبدي غثني بطلت احبه، الله معك. ايه خلاص هذا فراق، الحين تفارقنا بطلت احب. في فكره براسك مش عارف توصل لي اياها انت. ايه هذه المشكله. اسمع بحاول افهمك. شوف هو انت مثلا يعني بعض كل الفراق موجع. شوف انا بالنسبه لي انا الفراق ما يوجعني اكثر من الغيره. ليه؟ تدري ليه؟ انا اقول لك انا يعني شوف اسمع الفراق خلاص خلاص شيء وانتهى، لكن الغيره تغدي تغدي يعني له ناكل اهنا، تغدي معي دلزريتين، لا هو اللي معك ولا هو اللي فارك، لا انت اللي اكتسبته ولا انت اللي يئست منه. يحوسك. اوكي. فراق شعور دائم. خلاص فارقني خلاص. شوف انا انسان دائما اؤمن بالقضاء والقدر، اللي يروح مني اقول الله يستر علي، خلاص هذا قضاء الله وقدره، الله يستر عليك. يعني اذا راح احد، يعني هو ما راح احد بس اذا راح. علاقة بتاريخ يعني زي ما بدك هيك بدك اياه. خلص يقول طبعا شوف يعني بعض العادات والتقاليد ممكن انها تحكمك. يعني شو تحكم؟ والله ما ادري، في واحد قالها ما ادري وصادد والله. واحد قال والله شو تحكم؟ يقول طيب الفراق الحين مثلا شخص اخطب حقك تسامحه ولا لا؟ حسب الخطأ ممكن اقول له علي، ممكن اقول له الله معك. ممكن اني اقول له تمون لو تخطي علي تمون. ايه وممكن اقول له الله معك خطأ، كلنا بنغلط، في اخطاء تغتفر في اخطاء لا. اها طيب كم مرة فشلت في الحب؟ جاوبني. طال علي ما تهرب، جاوبني. لا صدق يعني كم مرة هو نفشل احنا نتعلم. شعرك ابيض من كثر ما تفارد، كم مرة؟ ولا مرة. ولا مرة؟ شعر كبير يا بسلم. ايه ابيض ما له علاقة بالفراق. لا هو كل ما فارقت يقول صبغنا زلوفنا من الشيب يا مشيرة، عرفت؟ ف كبرنا بس نحس اعمارنا صغير. صدق انا شيب صار معي موقف والله اني يلا اسمعك صوتك يقطع. اي خلاص احسن ما قطع، راحت القصه. ايوه اسلم. لا اسمع انا اقول لك انت وش اللي خلاك تسالني اسئله عن الحب وعن وش رايب هذا وش رايب هذا؟ انت ليه ما جيتني دايركت؟ ليه حوّدت من ورا التريلات؟ مش عارف كانه شيء صوتك يقطع. بحكي ما بعرف شو اللي خطر على بالي واسالك عن الحب، يا غنيت شغله او انت حكيت كلمه فطر على بالي الموضوع. الزواج. في واحد من ضمن القصيدة يقول
ولا لقيت الحب من قلبك مقرب، لا قدرت تحط رجلك حط رجلك. الله الله، بس وين الضيب اذا ما قدر يحط رجله؟ والله شوف، عاد هذه عاد على قوة ابليس اللي عندك. ما له علاقة. طب اسمع اسمع طب اسمع، وش يقول؟ هل الزواج عن حب ناجح ولا عن تقليد ناجح؟ والله شوف، احنا عندنا الحب التقليدي، يعني ما عندنا الحب الزواج التقليدي دائما. طب امتى حنت ها امتى حنفرح فيك؟ ما اسمع، امتى نزوجك نفرح فيك؟ والله شوف، هذا عاد قرار للاهل. انا يلا عاد، منه لو قرار الاهل صار لك 3 سنين متزوج. لا والله العظيم، لا والله القرار لك. يقولون التقليدي يدوم. كيف يدوم التقليدي؟ وين أفضل، الزواج عن حب ولا الزواج التقليدي؟ هذا السؤال يعني. الزواج بالعقل. الزواج بالعقل. احنا عاد عندنا التقليدي، الرات تزعل ولا ترضى، توافق ولا يطيب لك والله على غير طايب. لكن لا، احنا الحمد لله مبسوطين على الامر هذا، والحمد لله عايشين، ولا ما في حالات طلاق، رغم ان بعضهم يقول كيف يتزوجها وهو ما شافها ولا حبها. طيب الحمد لله، هذا اغلب عرباننا على نفس النهج، والله لا حد، كلهم يعيشون حياه مليئه بالسعاده. ولا لا يا ايهاب؟ ولا الله والهان دمان حيران حيران، ومني امرأة حغاب والحال منصب، خلي بدون اسباب راح وجفاني، من غيبة الخلان ضايق وتعبان، ما هو بقلب إنسان قلب نساني، الوقت مر قهوتي مرة فرقا، ولي في زواد الحرة حزين صوتي كل ما جرى، كن الجمر ما بين ضلعاني. شوف طبقت القرار. يقولون النومة حلت، انا ادري والله انها حلت، فهذه اخر جولة نفوز فيها على ايهاب، ونكسر سلسلة الانتصارات الاربع. لو انت جينا الديمة يا الديم، علمتك والله، ما هو هلا يا ديمة يا الديم. اي والله لهجت، والله لهجت، والله داري والله انها ما تكمل، الله يبعد عدو. عموما عسى الله يسعدك ايهاب، والله ثم والله اني تمنيت انك فتحت البث من بدري علشان ناخذ الوقت كامل. أنا اليوم تأخرت بس جاية. الأمور طيبة، عسى الله يسعدك. شكرا للي حضره واللي دعمه، والله يعطيكم العافية ولا يخلينا منكم، والله أنكم وافين، أقسم بالله أنكم وافين. نستودعك الله يا إيهاب. دير بالك يا حبيب، بدك شيء حاكيني. بإذن الله بإذن الله، مع السلامة مع السلامة. بإذن الله بإذن الله، مع السلامة مع السلامة. عموما يا الربع، نستودعكم الله، شكرا للي حضروا البث هذا من الساعة كذا 10 11 12 1 2 3،
يا الله 5 ساعات ونص، شهر لا تطلبوني بإذن الله البث. الله يعزكم يا الداعمين، شكرا، الله يعزكم، شكرا يا